والآن مشاهدينا إلى الأردن. متحف الأطفال بالعاصمة الأردنية عمان هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يهدف إلى التعليم من خلال اللعب. أنشئ المتحف بمبادرة من الملكة رانيا العبدالله ليكون هدية لأطفال الأردن وزواره. المتحف يضم صالتين مقسمتين بين العلوم والفلك والفيزياء والتجارة وأقسام أخرى تعليمية، بالإضافة إلى الصالة الخارجية التي تضم المياه والجاذبية والحركة، حيث يستقطب المتحف الأطفال من سن الثالثة وحتى الرابعة عشر. الزميلة داما الكردي تصحبنا في زيارة للمتحف. صباح الخير داما. صباح الخير داما. صباح الخير كارلوس، صباح الخير روان، يعطيكم العافية. صباح الخير لكل اللي بتابعونا. احنا موجودين مثل ما ذكرتوا في متحف الأطفال، هالمتحف اللي أنشئ بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله. رح نروح بجولة بالمتحف، طبعا متحف كتير كبير مش هنقدر نلفه كله ونغطي كل القطاعات اللي موجودة فيه، لكن رح نقدر قدر الإمكان نوصل فكرة عن هالمتحف من خلال كمان ضيفتنا الكريمة بهالصباح، السيدة سوسن الدلق مديرة المتحف. صباح الخير ست سوسن، كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. سوسن، نبلش بداية نحكي عن فكرة المتحف. المتحف تأسس بال 2007، في عمرنا 11 سنة هلا، بهدف إيجاد مساحة للتعلم التفاعلي للطفل. الطفل أحسن طريقة إنه يتعلم فيها هي بعيدا عن التلقين، من خلال اللعب، من خلال الاكتشاف، ممارسة فضوله إنه هو يعرف إيش بدي، كيف هاي الشغلة بتشتغل، وهيك بيربط المعلومة العلمية اللي بياخذها بالمدرسة مع اللعب والاكتشاف. فهذا الهدف الأساسي للمتحف. يعني إحنا رح نبلش بأول يعني اول جزء بالمتحف، احنا هون عند الجهاز الهضمي. مزبوط، هي عباره عن المتحف عباره عن قاعه معروضات تفاعليه، عندنا اكثر من 180 معروضه بمواضيع مختلفه. فجهاز الهضمي على سبيل المثال، هون كثير حتى معلمات بيجوا من المدارس بيعملوا رحلات مدرسيه لانه بدهم يوصلوا المعلومه اللي عم بيشرحوها من خلال الكتاب بالصف، فبيجوا بيتعرفوا هون عن الحواس، الجهاز الهضمي، الجينات وغيرها من المعلومات. بس مره ثانيه بنقول من خلال اللعب والاكتشاف، فهي طريقة كثير ممتعة للطفل انه يتعلم من خلالها. هاي من هون العيادة يمكن، ولا بنركز كثير على انه الطفل بالذات الاعمار الصغيرة لعب الادوار، تنمية مهارات القرن ال21 عندهم. للاسف احنا دائما كمجتمع عربي عندنا مشكلة انه احنا ما بنخلي الفضول الفطري عند الطفل انه يطلع، للاسف ما بعرف ليش هذا صار شيء عادات وتقاليد، انه احنا الكبار اللي بنعرف الصغار ما بيعرفوا. فلعب الادوار والاكتشاف وتنمية المهارات عندهم هذا شيء كثير مهم وأساسي. هلأ كنا مارقين عن منطقة الابتكار والإبداع، المسرح، مسرح الظل كمان، والطاولات الموسيقية. هلأ هون عم ندخل على ساحة المدينة. بساحة المدينة في مخبز، سوبر ماركت للتسوق للأطفال الأصغر، هاي المنطقة كتير مهمة، بالإضافة للبنك ومنطقة الشرطة. على يميننا هون في منطقة التنوع الحيوي بالأردن، هاي المنطقة احنا كتير نحكي عن التنوع الحيوي، هي مادة صعبة و بطريقة شيقة، فهون بتعلم عن الأردن، عن الغابات، الصحراء، الطيور المهاجرة بطرقها المختلفة. وإحنا بنفخر بهاي المنطقة بالذات لأنه هي أول معروضة متكاملة صممناها وصنعناها عنا في الأردن. فإحنا كمان الحمد لله عم نحاول أنه نخلق صناعة جديدة في المنطقة العربية، ونبطل بس نستورد المعروضات من الخارج. قدي مساحة المتحف؟ 8000 متر مربع بمعروضاته طبعا، وبالمناطق المختلفه مثل المكتبه واستوديو الفان. كلها هاي المساحات متاحه الى الاطفال، طبعا في المنطقه الخارجيه كمان اضف الى ذلك. هاي منطقه البناء هون برضه من منطقه مهمه للعب الادوار. هلا في كل شيء بنعمله في المتحف كمان ندعم قاعه المعروضات بالبرامج التفاعليه، فاحنا لا نقف بس على تقديم قاعه المعروضات، فمثلا هون ممكن انه يكون في خلال العيد في برنامج تفاعلي، الطفل عم بيمارس بيستعمل جميع حواسه ليتعلم معلومه علميه، وهذا البرنامج بيكون ممكن عن البناء، ممكن يكون عن الفضاء، ممكن يكون عن البيئة. ركزنا مثلا بفترة العيد على تراثنا وعاداتنا أو تقاليدنا في العيد كيف بنعملها، بس بتكون دخلناها بالعلوم، بنكون دخلناها بالفن، بالقراءة القصص وكتابة القصص بطرق مختلفة لتوصل الفكرة للطفل. جميل، احنا هلا وصلنا عند العصور القديمة، هاي بعتقد هون من خلال
بحاولوا ينبشوا الأطفال ويطلعوا بعض المعروضات القديمة. هون هاي المنطقة كثير بحبوها الأطفال، بتعلموا عن علم الآثار، وطبعا أي محل بنحط فيه رمل للأطفال هم كثير بيستمتعوا فيه، فهون كمان عم بتعلموا عن علم الآثار، كيف بنلاقي الآثار القديمة والحضارات بشكل عام هي بكل هاي المنطقة، وبعدين هون بيقعدوا وبتلاقيهم قضوا وقت كثير 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 مفصل فيها. جميلة هاي القبة الفلكية، مظبوط هون النجوم والفضاء، فهون عم بتعلموا أكثر، وهي برضو من المواضيع العلمية اللي تستهدف الأعمار الأكبر. ندخل شوي. تستهدف الأعمار الأكبر نظرا للمادة العلمية اللي أكثر فيها، فهون عن كل أنواع النجوم والفضاء اللي فايش هي النجوم، حتى الفصول كيف بيتغير وقت الفصول عندنا في على الكرة الأرضية، الصعود إلى القمر، فمواضيع مختلفة هون نحكي برضو عن مراحل القمر، وكثير مرات بنربطها مثلا من رمضان مع كيف إحنا بنعرف عن رمضان والعيد من مراحل ونشوف الهلال، فالأطفال الصغار بالذات بلاقوا الموضوع كثير ممتع لهم لأنه عم يربطوه بإشي واقعي. وصلنا تقريبا عند العلوم المياه والطاقة. هلأ هذا الموضوع كتير مهم لأطفالنا جميعا، يعرفوا أهمية التوفير في المياه والطاقة ويعرفوا عنه بطريقة ما يكون مكئبة، إنه نعرف إنه إحنا بنقدر نوفر، بنقدر لازم نوفر بالمياه والطاقة، مصادرنا كتير قليلة فيها ومصادر الأرض قليلة فيها، فبناء عليه هو عم بتعلم الطفل هون عنها. وصلنا وهي الطيارة لحتى يتعرفوا كيف الطيران، صح؟ مزبوط مزبوط. في طيران تشبيهي، في طيران تشبيهي وفي الطيارة نفسها، في لعب الأدوار إنه أنا بقدر أكون الكابتن أو بشتغل على الطيارة، في برج مراقبة للطيران هون، وبرضو المنطاد الهواء وكيف يعمل الهواء وضغط الهواء هون، فكلها مترابطة. المنطقة هاي لازم أعترف إنها من أكثر المناطق المفضلة للأطفال، فركوب الطيارة بالنسبة لهم كتير إشي مهم. يعني إحنا عم نستعرض هون، بتذكر الاستوديو صح؟ لا لسه الاستوديو لبعدين، هون الضوء والعدسات. الضوء والعدسات هاي تستهدف المنطقة الأعمار برضو الأكبر لأنها مادة علمية مهمة جدا، منوفر فيها الوسائل، في برضو هاي من المناطق اللي بيجي المعلمين والمعلمات ليستفيدوا من هاي المنطقة لأنه وسائل علمية مهمة لإلهم، فمرات كتير يستخدم المتحف مش بس للعائلات، يستخدم كمختبر للمعلمين ليوصلوا المادة العلمية اللي عم بدرسوها. وهذا الاستوديو يمكن هذا كمان من الاستوديو هون، هذه المنطقة برضو من المناطق اللي كتير بحبوها الأطفال لأنه هون لعب الأدوار، فهم بيكونوا مذيعين بيحكوا النشرة الجوية أو بيحكوا نشرة الأخبار وبيسجلوها، وبقية المنطقة هي عن التكنولوجيا بشكل عام، ففي الواقع الافتراضي هون. هاي المنطقة برضو بتعلموا مثلا من خلال الواقع الافتراضي كوسيلة إنه كيف مثلا جسم الإنسان، كيف الميكانيك، هاي الأشياء والمواضيع. في كمان عندكم المتحف المتنقل، تحكي لنا عنه. مزبوط، وجهنا انه احنا عنا بالاردن قد ما نحاول انه نوصل الى عدد كبير من الاطفال، في عدد ما زال لا عنده القدره الماديه او ممكن برضه اللوجستيه لانه يوصل لمتحفنا، فاسسنا في 2012 المتحف الاطفال المتنقل اللي هو يجول على الاطفال في المحافظات بالترتيب مع وزاره التربيه والتعليم، وكمان ضلنا بالمنطقه حوالي اسبوع كامل ننقل تجربه صغرة من متحفنا لإلهم بالمحافظات. هلأ وصلنا يمكن كمان هاي عند الآلات والجاذبية مزبوط، الآلات مهمة جدا برضو مادة علمية، فهي زي ما شفتوا أنتوا هلأ صار عندنا بعض المعروضات عم بتركز على لعب الأدوار على الخيال والاستكشاف، وبعضها يركز على المادة العلمية اللي بياخدوها بالصف، فهون عم نحاول أنه دايما يكون عندنا هذا التوازن في معروضاتنا، وطبعا بالإضافة لذلك مندعمها بالبرامج التفاعلية الموجودة على خلال العام بمواضيع مختلفة للأطفال. كم تقريبا عدد زوار المتحف؟ سنويا عم بيخدم المتحف حوالي 300 ألف زائر، منهم على الأقل حوالي 50% من الأطفال بيزوروا المتحف مجانا ضمن برامج معمولة خصوصي، منها طلبة وزارة التربية والتعليم، وهذا إشي كتير مهم لإلنا، لطلبة المدارس الحكومية بيجوا مجانا على المتحف، زوارنا في اليوم المجاني المفتوح وغيرها من البرامج اللي بتحاول إنها دائما تستهدف الأطفال الأقل حظا إنهم يستفيدوا من المتحف وخدماته.
جميل، يعني رجعنا طبعا الجولة ما خلصت لسه في المنطقة الخارجية. مزبوط، في مرافق كتير المنطقة الخارجية، في استوديو الفان والمكتبة ومختبر الاختراع اللي هو كتير مهم لأطفال، لأنه هذا المكان للأطفال بيعملوا اختراعاتهم، بيركبوا بيفكوا وبيمارسوا مهارات التحليل اللي هي كتير مهمة لمستقبلهم. يعني ست سوسن انا بدي اشكرك على هاي الجوله، كان بودنا انه يعني نكمل جولتنا بالمتحف، لكن المتحف كثير كبير وصعب فعلا تغطيته مره واحده. انا بشكركم لاهتمامكم ولتغطيتكم، واهلا وسهلا فيكم دائما. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. شكرا لكم، الله يعافيكم. شكرا كارلوس، شكرا روان، يعطيكم الف عافيه. هيك قدرنا يمكن نغطي جزء من المتحف. نعم. متحف الاطفال اللي فعلا بيستقطب اطفال مثل ما قلنا 300 الف طفل. نعم. سنويا. حلو كثير يا داما، نحن اكيد بدنا نتشكرك، ويعني قد ايه مهم اليوم يكون في عندنا مثل هالمراكز. يعني بنعرف انه في كثير اولاد يمكن بحبوا القصص العمليه والفعليه على الارض، مراكز تثقيفيه بعيدا شوي عن الكتاب. انا شخصيا يعني لو بيرجع في الزمن اكيد كنت افضل هذا النوع من يمكن المتاحف. اكيد بدنا نتشكرك داما. شكرا كثير داما.